أهلا بكم. بالتزامن مع تصعيد واضح في هجمات تنظيم داعش الدموية وتصاعد جرائم القتل التي ترتكبها الميليشيات في المحافظات المنكوبة وإطلاق جهات مرتبطة بالميليشيات دعوات لهدم مرقد أبي حنيفة وتمثال المنصور في بغداد، حذر الناشطون والمدونون العراقيون من عملية تأجيج طائفي جديد قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة. ويرى كتاب وباحثون عراقيون أن هذا الخطاب لا يمكن عزله عن هذه الانتخابات المنتظرة ومحاولة تحشيد الشارع طائفيا من قبل الأحزاب الطائفية، خاصة بعد انحسار المسألة الطائفية بشكل كبير عقب اندلاع التظاهرات مطلع تشرين الأول عام 2019 والتي خلقت حالة إيجابية في الشارع العراقي إزاء الخطاب الطائفي. محاولات شركاء العملية السياسية تفجير الوضع طائفيا واللعب على جراحات المحافظات المنكوبة قبيل الانتخابات القادمة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل ما جرى في الفترة الماضية من استهداف لمرقد أبي حنيفة وتمثال المنصور أو الدعوات لهدمهما في بغداد هو شحن طائفي أم حوادث فردية معزولة غير مخطط لها؟ ولماذا تحاول القوى السياسية وميليشياتها تفجير المشهد في العراق طائفيا قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة؟ وهل يعتقد سنة العملية السياسية أن إكثارهم من الأحاديث عن المغيبين والمهجرين ومأساة جرف الصخر ستجعلهم مقبولين في مجتمعات المحافظات المنكوبة؟ ولماذا يقطع الكثير أن إطار العملية السياسية ليس بإمكانه إنتاج أو إخراج قوى وطنية حقيقية تخرج العراق من محنته الطويلة؟ وما سبب هذا الوعي العالي الذي أظهره الرأي العام العراقي في التصدي لمحاولات بعث الطائفية المقبورة وتوظيفها من قبل قوى العملية السياسية جميعا؟ ضيف طاولة رافع الفلاحي، قحطان الخفاجي، ثامر العلواني. يعتقد الساسة في العراق أنه لا شيء يعيد هيبتهم الزائلة أمام الشعب العراقي سوى إشعال فتيل فتنة طائفية تجعل كل فئة تتجمع حول ممثليها من السياسيين، وعلى ذلك بدأت اللعبة القديمة المتجددة التي تسبق كل انتخابات كنوع من الدعاية التحريضية وتأهيل أرضية مشحونة طائفيا تؤهلهم لكسب أصوات الناخبين المنتمين لمذهب كل منهم. ولا يتورع هؤلاء الطامعون في المنصب عن إشعال حرب طائفية لا تبقي ولا تذر. مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية بدأت الأحزاب وممثلوها يلعبون على وتر المشاعر الطائفية، فاستعادوا ذكرى مجزرة سبايكر في لباس جديد من حيث المتهم والتفاصيل، فبعد أن أعلنوا سابقاً أن داعش هو المسؤول الأول والأخير عن المجزرة بدأت الاتهامات تكال إلى أطياف شعبية برمتها من عشائر ووجهاء في محافظة صلاح الدين، وعليه بدأ التحشيد الميليشياوي وقطع الطرقات في المحافظة وإمعاناً في إشعال الفتنة. وجدوا مواقع التواصل مرتعاً لبث شعارات طائفية تستهدف رموزاً دينية وتاريخية مثل التهديد بهدم تمثال باني بغداد أبي جعفر المنصور والاعتداء على حرمة ضريح الإمام أبي حنيفة النعمان. على الضفة الأخرى، كثير ممن نسوا المعتقلين والمغيبين وسكتوا على معاناة أهلهم من أجل الحفاظ على المناصب بدأوا الآن يتكلمون عنهم، وصارت قضية جرف الصخر شغلهم الشاغل رغم علمهم بالعجز عن إخراج أي معتقل. في سياق دعاية انتخابية تستثمر في معاناة أهالي المناطق المنكوبة لا أكثر، هذه الدعايات المبتذلة لم تعد تنطلي على العراقيين، فلقد تجاوزوا بوعيهم الذي صقلته التجارب مرحلة التقوقع الطائفي خدمة لأجندات الأحزاب، حيث شكلت المقاطعة الشعبية الكبيرة لانتخابات عام 2018 نقطة تحول في نظرة الشارع للعملية السياسية. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في المحاولات المستمرة لشركاء العملية السياسية تفجير الوضع طائفيا
وأيضا اللعب على جراحات المجتمعات المحافظات المنكوبة قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة. ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، ودكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، وكلهم عبر سكايب. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام. أهلا وسهلا بك، حياك الله. مرحبا. فقط أستأذن من الأخوة في غرفة السيطرة أن يسدون الصوت لمدى أسمع. نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، خلال 18 سنة يعني عودتنا العملية السياسية، عودنا شركاء العملية السياسية على عملية تفجير الوضع طائفيا، الاستثمار في الطائفية، الاستثمار توظيف الطائفية خلال 18 سنة، يعني هذا الحقيقة ما لاحظ المجتمع العراقي. هل ما جرى في الأيام الماضية من استهداف أو دعوات لهدم مرقد أبي حنيفة، أبو جعفر المنصور، تدفق عناصر من الميليشيات إلى تكريت ومهاجمة يعني سيارات تحمل لوحات صلاح الدين وغيرها من الدعوات، تندرج ضمن الدعاية الانتخابية المبكرة بهذا الثوب الطائفي، أم أن القضية هذه حوادث فردية كما تقول الحكومة معزولة وخارج السياق الطائفي أصلا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك أستاذ ماجد أولا، وحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. بداية أستاذ ماجد، أنا لا أعتقد أنه يعني الوقت مبكر. الآن نحن في الشهر السادس، في منتصف، تجاوزنا منتصف الشهر السادس، لم يبقى إلا 3 أشهر أو يعني وكم يوم على الانتخابات، لأن هي في العاشر ربما، مو؟ نعم في الشهر العاشر، العاشر من شهر تشرين الثاني، تشرين الأول. نعم. فبالتالي الآن برامجهم واضحة، هم يعني الآن عندما تنظر إلى مفوضية الانتخابات ستجد أن هناك مثل ما أعلنت هناك 27 تحالفا لحد الآن تضم 235 حزبا. كل هذه الأحزاب وكل هذه التحالفات مبنية على أساس طائفي وقومي، ليس لديهم يعني الشيعة تحالفات شيعية محضة، وأخرى سنية، وأخرى طبعا كردية، تحالفات كردية. فبالتالي هم ليس لديهم إلا هذه القضية. المعادلة هي منذ عام 2005 لحد الآن، كل ما يسمونه انتخابات نفس المعادلة، ليس لديهم إلا الطائفية والعرقية القومية. بهذا الشكل يمضون في طريقهم. هم ليس لديهم برامج يطرحونها، ليس لديهم، المواطن ليس لديه ثقة بهم. فبالتالي وهم بطبيعتهم طبقة سياسية رثة عديمة القدرة، فاشلة في التفكير السياسي وفي الرؤية السياسية، وفاشلة في التخطيط وفي حتى استمالة الناس. فبالتالي ليس أمامها إلا خلق الأزمات في محاولة لاستمالة الجمهور وبتخويفهم من الطوائف والأعراق الأخرى. وهذا ما شهدنا هذه التظاهرات اللي حضرتك تحدثت عنها لهدم تمثال أبو جعفر المنصور، الخليفة العباسي الذي بني بغداد، في قطع الشوارع في تكريت، يعني البيانات والهتافات التي صدرت للاعتداء على جامع أبي حنيفة، هذه كلها تندرج ضمن المخطط. هم ليس لديهم إلا هذه، لأنه هم أساساً خلال 18 سنة فشلوا في كل شيء، ويعرفون جيداً أنه أي برنامج يطرحونه لا يمكن تصديقه. دعني أعطي أمثلة ربما بسيطة ومثال بسيط. رغم يعني قناعتنا بأن الكيان الصهيوني كيان مسخ، لكن الانتخابات الأخيرة التي جرت حتى في الكيان الصهيوني، نعم، كانت مبنية على أساس بين الأحزاب على أساس برامج تقدم للمواطنين، وبالتالي المواطن يختار بين البرنامج الأفضل له. هذا يتحدث عن سلام، وهذا يتحدث عن بناء، وذاك يتحدث عن فرص للتعليم، وهذا يتحدث عن فرص لزيادة الاهتمام الصحي والرعاية الاجتماعية وزيادة الرواتب. فبالتالي هذه برامج اقتصادية لتقدم البلد، والناس تختار بين هذه. ماذا لديهم هؤلاء؟ 18 سنة من فشل إلى فشل، فشل سياسي، فشل اقتصادي، فشل اجتماعي، فشل أمني، فشل في كل شيء في العلاقات. وبالتالي هم ليس لديهم برنامج ليطرحونه،
وإذا ما طرحوا برنامج حتى من كانوا يسمونهم حاضنتهم هذه الأحزاب، دعني أتحدث بشكل واضح، حتى هذه الأحزاب الشيعية التي كانت تتحدث أنه حاضنتها الجنوب وأهل الجنوب كلهم وهم من أهل العراق، هذه أيضا فقدوها بعد ثورة تشرين. هذه الحاضنة ظهرت على حقيقتها أنها ضد هذه الأحزاب وضد هذه القوى، وقد ملت منهم وخرجت ضدهم بتظاهرات واضطروا إلى مواجهتها بالرصاص والقتل والاعتقالات والاغتيالات. فبالتالي ليس لديهم لا حاضنة ولا شيء، فليس لديهم إلا التخويف من الطوائف الأخرى والقوميات الأخرى، محاولة خلق الأزمات لكي يمروا بسلام من هذه الانتخابات، لأنه ليس لديهم سوى الطائفية وسوى هذه القضية لبقائهم بالحكم. هذا الفيروس هو الذي يديم حياتهم وهم متمسكين بهذا الفيروس ولا يريدونه أن يغادرهم. نعم الدكتور قحطان الخفاجي، أولا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويخليك. أهلا وسهلا دكتور. دكتور يعني هل من مصلحة العملية السياسية وقواها فعلا كما يقال لها الاتهام تفجير الوضع طائفيا في العراق؟ الكل يعلم أن الطائفية كانت أن تحرق الأخضر واليابس في العراق خلال 18 سنة. الآن هذه القوى، قوى العملية السياسية، من أجل مكاسب سياسية أو انتخابية قصيرة محدودة ممكن تذهب باتجاه تفجير الوضع طائفيا، وقد يقود إلى احتراب مجتمعي إذا ما خرجت عن السيطرة. هل يعقل هذا؟ يعني كما يتهمها خصومها مناهضوها رافضوها، تعتقد أنه فعلا هذه مستعدة، عندها استعداد أن تفجر المجتمع طائفيا؟ أولا أحييك أخي العزيز وأحيي القناة والمشاهدين وأحيي ضيوف الكرام، أهلا وسهلا، ونحمد الله ونشكره على الصحة التي من بها علينا. نقول بناء على التجربة وليس رمي الحجارة في ظلماء. نعم. تجربة دلت على أن هذه العملية السياسية قامت على أسس طائفية مذهبية، والمحاصصة المذهبية الطائفية هي التي تحكم العملية السياسية ومعروف للجميع، فما من مؤسسة إلا أن يكون لها سمة أو صفة مذهبية طائفية وتتقاسم الجهات المعنية المذهبية الحصص. إذن نعم نحن نقول هذه القوى المسيطرة على العملية السياسية لم ولن تدخر جهدا إلا وأن تذكي الطائفية بين الناس، وحتى هذه التي حصلت مؤخرا من دعوة إلى هدم تمثال أبو جعفر المنصور بحجة من الحجج المذهبية الطائفية، نرى الحكومة والقوى السياسية الفاعلة لم تقم بواجبها كما ينبغي، بدليل أن حتى الشرطة التي أرسل بها لكي تقف وتحرس تمثال أبو جعفر المنصور جاءت شباب لكي تهدم هذا المكان، ولم تقم هذه القوة بإلقاء القبض على هؤلاء. هؤلاء جاءوا ليهدموا معلما حضاريا سياحيا الدولة واضعة له حراسة. لحظة دكتور، حراسة موجودة. دكتور اسمح لي، الحقيقة كانت هناك يعني بيانات رفض من الحكومة لمثل هذه الدعوات، أرسلت قوات أمنية لحماية مرقد أبي حنيفة والمنصور، الحكومة أصدرت بيان شديد اللهجة أن من يحاول تفجير الوضع طائفيا أو إذكاء الفتنة الطائفية أو تفتيت النسيج الوطني العراقي سيتم التصدي له كائنا من كان. هذه الدعوات مرفوضة وغير مقبولة والحكومة لن تقف صامتة إزاءها. لذلك قال المثل الشعبي: اسمع كلامك استعجب اشوف افعالك اتعجب واستعجب. نعم. كيف الاستعجاب والكذا، هذه قرارات صدرت نعم لا نختلف عليها وسمعناها في التلفزيون في التلفاز والوسائل الاعلام، ولكن الشرطه موجوده والفيديوهات تشهد، والذين سعوا الى هدم هذا المرقى هذا التمثال جاءوا بهمه واضحه، لم يتم القبض على احد منهم. هذا الذي نقصده، أن نعم كالذي يحصل أمام مع قاتل المتظاهرين. نعم. الحكومة تدعي أنها مع المتظاهرين وسوف تقتص من القتلة والقناصين، ولكن لم نرى بأعيننا ولم نسمع حقيقة أن الحكومة ألقت القبض على أحد منهم. هذا ثم تعال معي وتابع الإجراءات الحكومية، قاموا المواطنين بإجراءات سليمة كما قام بها الأخ جواد الخوصي مشكور وهو بهذا المسألة سباق، وذهبوا مجموعة من المواطنين الأهالي من الكاظمية وصلوا في الإمام أبو حنيفة
ولكن الحكومة حوالي أسبوع أو أكثر لم تقوم بأي فعل، حتى قام رئيس الجمهورية بزيارة الإمام أبو حنيفة. إذا نحن نقول الحكومة كإجراءات عملية واقعية للجم هذه الفتنة لم تقم بها، واحد. اثنين، أنا أيضا بالمقابل أطلب من الجانب الحكومة أيضا أن تذهب باتجاه على سبيل المثال القنوات الفضائية التابعة للدولة، أن تذهب باتجاه إفضاح هكذا أعمال. لم نرى في العراقية حوارات من مختصين في هذا الموضوع لكي ينبهوا الناس من مغبة هذه. عودة إلى سؤالك أخي العزيز، أنا مقتنع قناعة تامة، والتجربة أكدت أن هذه القوى السياسية المتنفذة في الحكم في الشأن العراقي لا يمكن أن تعيش إلا في بيئة مذهبية طائفية. وحتى الذي هدأت الأمور من فضل الله بعد أن دحرت داعش وسواها، أنا أقول دائما أقول في التلفاز، هي لن تنتهي المذهبية حقيقة من الشارع ومن فكر القوى السياسية الفعالة، ولكن تم تقسيم المناطق. بمعنى نأتي على بغداد، منطقة الكاظمية، الحرية، الشعلة، الثورة محسومة شيعية، وإياك السني مع تحفظي لمسميات، إياك السني إن سكنت فيها مناطق أن تفكر بشيء خلاف ذلك. الدورة العملية الغزالية مناطق أخرى محسومة سنية، وإياك بين قوسين الشيعي أن تتعدى على هذه الترتيبة وتجعل فيها خللا. لذلك نرى مرشحين بين قوسين السنة يكثرون في المناطق السنية، ومرشحون السنة الشيعة في المناطق الشيعية. إذن العملية قسمت بهذه الترتيبة. ولكن في تقديري أن بعد ثورة تشرين اقتنع الشارع أن هؤلاء لم يعدوا عراقيون، ولم يعدوا مسلمون، ولم يعدوا شيئا إيجابيا يحصل له حساب. لذلك هم ذهبوا إلى الذكاء الطائفية بشكل بآخر، ولعل حتى المفوضية الانتخابات نراها تختار وتعتني باختيارات الاستبعاد لأسباب مذهبية أكثر من حقيقتها كونها قضائية. إذا نحن أمام عملية سياسية قائمة على المذهبية الطائفية، ولا يمكن أن تعيش خارج نطاق الجو المذهبي الطائفي. لذلك كلما يخمد الحس المذهبي الطائفي تحاول هذه القوى السياسية عن طريق آخرين بالتأكيد يعني بالنيابة عنها لإذكاء المذهبية الطائفية. نعم دكتور ثامر العلواني في عمان، يعني واضح أن هناك اتهام للحكومة بعملية تواطؤ الاستفادة من قضية إذكاء النفس الطائفي. بالنهاية الحكومة هي عبارة عن يعني مكونات من مكونات العملية السياسية، وأيضا يتحدث الدكتور قحطان أنه هذه القوى لا يمكن أن تعيش أو تتنفس إلا ضمن الأجواء أو البيئة أو الهواء الطائفي. هذا كان من الممكن أن يكون مفهوم أو مقبول أو ينجح أو يراهن عليه من قبل القوى العملية السياسية قبل سنين، قبل 7 سنوات، قبل 8 سنوات. الآن الحقيقة هذه البضاعة لا سوق لها في المجتمع العراقي. لماذا تراهن عليها؟ لماذا تسوقها؟ لماذا تتاجر فيها قوى العملية السياسية، أقطاب العملية السياسية يتاجرون بهذه البضاعة الكاسدة المنتهية؟ أولا تحية لحضرتك ولضيفيك الكريمين. قبل أن أجيب على سؤالك أستاذ ماجد، فقط أحب أن أعرج على كلام ذكره الدكتور قحطان، وهو أنه جعل هناك يعني ممكن أن يفهم أن هناك يعني ميليشيات سنية وميليشيات شيعية عندما ذكر الوضع في المناطق الشيعية والوضع في المناطق السنية في بغداد حصلا. وأظن هو أراد أن يبين أن المسألة في من ناحية الانتخابات. نعم. وليس من ناحية ميداني أو عسكري، لا انتخابات، هو يقصد انتخابات ويوضح لنا أيضا. تمام، يعني ممكن أن تفهم في سياق معين، وهو أظنه يعني يحتاج إلى إعادة نظر أو تبيين الأمر أكثر. تمام. أعود إلى سؤالك. نعم. أستاذ الكريم، لا شك أن هناك محاولات محمومة من الأحزاب السياسية ومن الميليشيات للسعي من أجل التخندق الطائفي واستغلال الطائفية المقيتة من أجل دفع الناس وإجبارهم على المشاركة في الانتخابات القادمة، لأن العملية السياسية من أصلها بنيت على ركن أساسي مقيت وهو الطائفية. ولولا الطائفية ما استمرت العملية السياسية إلى يومنا هذا. ولذلك هذه الأحزاب وهذه الميليشيات تحرص على خلق مشاكل طائفية قبل كل انتخابات. وفي هذا الإطار ممكن نفهم
دعوات هدم تمثال أبي جعفر المنصور في بغداد، وهدم مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان. وأيضا أمر آخر جرى بعيدا أيضا، انتهاكات في صلاح الدين وتجاوزهم على أهالي صلاح الدين قبل الميليشيات، أيضا ما جرى من مصادرة أراضي البكرية وأيضا مصادرة الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، هذه كلها حصلت في الأيام القليلة الماضية. وأيضا حصل اليوم في الرمادي هجوم مسلح من قبل جماعة مسلحة دخلت أتت من الكوت ودخلت إلى الرمادي وانتهكت حرمات بيت في الرمادي أمام أنظار القوات الأمنية ولم تحرك ساكنا. هذه كلها تدفع إلى الشحن الطائفي من أجل أن تدفع الناس إلى الانتخابات. هذه هي ليست يعني انتهاكات أو أمور عشوائية، وإنما هي ممنهجة وليست فردية كما سألت الدكتور رافع وأكد على ذلك. والحقيقة أن إيران هي تحرص على أن تجعل هذه الأمور وتحاول أن لا تجعلها خاصة في العراق وإنما في الدول العربية والدول المحيطة بها، لأنها تريد أن تجعل مفهوم شبه الدولة هو السائد على هذه الدول مثل ما موجود في العراق، بمعنى أن هناك وجود انتخابات، هناك وجود رئيس جمهورية، رئيس وزراء، هناك وزارات، قوات أمنية وقضاء، ولكن كلها في الحقيقة ليست واقعية ولا تستطيع أن تقرر أو تحكم العراق حقيقة، لأن الواقع والحقيقة أن من يتحكم بالعراق خصوصا في العراق هي الميليشيات، وهي من تحدد الوضع الأمني وتحدد الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق. وللأسف نقولها، إيران نجحت في العراق ونجحت في سوريا، نجحت في اليمن، نجحت في لبنان من خلال هذا المشروع الذي أصبح يتمدد أمام صمت وخنوع وعدم مجابهة من الدول العربية لهذه الأمور ولهذا المشروع الإيراني المقيت. ولذلك يخشى أن نرى إيران في المستقبل القريب في دول أخرى تمارس نفس المنهج ونفس المشروع الذي هو المشروع الطائفي واللعب على الأقليات ودعم الأقليات وجعلها تحارب الدولة وتستفيد من مظلومية هذه المجتمعات. ولذلك لسنا بعيد عن ما حصل في فلسطين من محاولة استغلال الدعم لحماس من أجل أن تظهر نفسها بأنها حامية للمظلومين، ولكنها في الحقيقة لو كانت حامية حقيقة لما دمرت العراق، لما دمرت سوريا، لما دمرت لبنان، لما دمرت اليمن. ومن هذا نفهم أنها تحاول من خلال دعم حماس لكي تظهر بمظهر يمكن أن يقبل لدى المجتمع العربي والإسلام. أشكرك. نتوقف عند هذا الفاصل لأن باقينا يمكن دقيقة ونص حتى أن عندما نتوجه لدكتور رافع يعني يسترسل في إجابته وحتى لا تجزأ وقد تضيع الفكرة. إذا نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي تبحث في المحاولات المستمرة لقوى العملية السياسية في تفجير الوضع طائفيا، وأيضا محاولات شركائهم اللعب على جراحات مجتمعات المحافظات المنكوبة من المغيبين والمهجرين والمخطوفين وغير ذلك. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في محاولات قوى العملية السياسية تفجير المشهد طائفيا في العراق أو اللعب على جراحات المحافظات المنكوبة. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور قحطان الخفاجي والدكتور ثامر العلواني. دكتور رافع، أيضا في نفس السياق الدعائي الانتخابي
على الضفة الأخرى من العملية السياسية، سنة العملية السياسية الآن باتوا يكثرون من الأحاديث السياسية والإعلامية عن مأساة المحافظات المنكوبة المستعادة من قبضة داعش، عن المغيبين قسريا، وحديث عن المهجرين وعن اللاجئين والمطرودين والمحرومين ومخيمات النزوح وخاصة في منطقة جرف الصخر. كأنه استفاقوا الآن على هذه المأساة المستمرة منذ يعني سنين، اللجوء صار له يمكن أكثر من 7 سنوات. ما الذي أفاقهم وصاروا فجأة يتكلمون يتحدثون هذا الحديث الإنساني البالغ الإنسانية عن هذه الملفات الإنسانية؟ وهل ستجعلهم مقبولين، يعني سيقبلون يتفاعل مع هذا الحديث من قبل هذه المجتمعات؟ أستاذ ماجد، بداية يعني وسأجيبك بالتفصيل عن هذا، أقول لك أنهم لم يستفيقوا، هم يتحدثون وهم نيام، هذا أولا. نعم. لكن دعني يعني أجزئ المشهد أو أعطيك صورة للمشهد بالشكل التالي، أنه أنا تحدثت عن 27 تحالف وتحدثت عن 235 حزب. في كل هذه الأحزاب، كل حزب من هذه الأحزاب ليس له ثقة بالأحزاب الأخرى، حتى وإن كان متحالفا معها، حتى وإن كانت في نفس الطائفة، حتى إن كانت في نفس التوجهات، هو ليس له الثقة مفقودة بين كل هذه الأحزاب. وكل هذه الأحزاب، كل حزب يعتبر الحزب الآخر عدو له، حتى وإن كان من طائفته، حتى وإن كان من تحالفه. وبالتالي التحالف الواحد يجد أن كل التحالفات الباقية هي أعداءه. وبالتالي المكون الطائفي لهذه التحالفات شيعيا سنيا كرديا هو عدو للطرف الآخر. لكن كل تحالف، كل جزء هذا يتصرف داخل إطاره بمعادات وبأفكار خاصة به، لأن الكل تعرف أنها ليس لها إلا أن تسعى في كسب أكبر مساحة لكي تكسب من وراء هذه المساحة. هم جاءوا ببرنامج للكسب، للنهب، للفساد، هذا واقع الأمور، سواء شيعة سنة أكراد في العملية السياسية. أتحدث أولا عن الأكراد، الأحزاب الكردية العراقية اللي موجودة في العملية السياسية، يعني دائما هذه التجارب من عام 2005 لحد الآن لا يهمها ماذا يحصل، الحقيقة هم يبحثون عن ماذا تعطينا. إذا ما أعطيتهم ما يريدون سيؤيدون الكتلة التي تشكل الوزارة والوزير الذي يريدونه، الشخصية التي يريدونها أن تقعد على كرسي رئاسة الوزراء. هذا واقع حال وليس فيه نقاش، وواقع عملي هذا الذي جرى. السنة لديهم حصة معينة، أعطوهم حصة معينة، وهذا من قانون بريمر لحد الآن. عدد الكراسي محدود، مهما حاولوا فعلوا أحزاب، فعلوا تجمعاتهم، سيحصلون على هذه النسبة 20-15-10 لا أعرف كم. والشيعة بالتالي نفس القضية، فبالتالي الكل لديهم أعداء، وهذه القوى التي تشكل العملية السياسية لديها عدو أساسي هو الشعب، بعد أن فقدوا كلهم حاضنتهم. السنة ليس لديهم حاضنة أساسا ولا يمثلون السنة، والشيعة الذين كانوا يدعون أن حاضنتهم شيعية الآن ليس لديهم حاضنة، وكذلك الأكراد، يعني حتى الشعب الكردي لا يؤيد هذه الأحزاب، دعك من هذه القضية من الدعايات. فبالتالي الكل ليس لديها إلا أعداء، فهم لديهم كل القوى قضيتين يعملون عليها. القضية الأولى قانون المساءلة والعدالة، من ضدهم من خصومهم السياسيين داخل هذه العملية السياسية يزيحوه بقانون المساءلة والعدالة، ومن ضدهم في خارج هذه يسلطون عليه الطائفية. نعم. والقتل والاغتيال والاتهامات الأخرى، وهذا ما يجري. فبالتالي نحن أمام حالة من هذا النوع. البعض يتصور أن الشعب مغيب، فاقد لعقليته، فاقد لقدرته، فيبدأ يعزف على أوتار غريبة عجيبة، مثل ما حضرتك أشرت إلى أنه هؤلاء الذين يدعون تمثيل السنة الآن يتحدثون عن المهجرين، عن جرف الصخر، وكذبة كبيرة. أين أنتم عن جرف الصخر؟ ما صار لها سنين هذه جرف الصخر بيد الإيرانيين، وأنتم تقولون ذهبنا إلى فلان وفلان وقالوا لنا اذهبوا إلى إيران، والحل غير موجود الآن. البعض يتحدث ستعود جرف الصخر قريبا، وإذا كيف ستعود؟ ما الذي تغير؟
المهجرين سيحصلون، ماذا سيحصلون على ماذا؟ وبالتالي المدن مدمرة، تخصيصات غريبة عجيبة، كلها برامج كاذبة مخادعة، محاولة للعب على الناس، محاولة لكسب عواطف الناس والادعاء بأنهم يمثلونهم، يمثلون مصالحهم. وهذه للأسف الشديد هؤلاء لا يفهمون أن الشعب ما عاد يعني في عام 2005، الآن نحن في عام 2021. الشعب بعد تجربة 18 سنة عرف كل هذه القوى، عرف أن هذه القوى السنية لا تمثل السنة، وعرف أن هذه القوى الشيعية لا تمثل الشيعة، وهذه القوى الكردية لا تمثل الأكراد، وبالتالي عرف أن العملية السياسية لا تمثل العراق، هذه عملية خسرانة. كل مخرجاتها سنناقش دكتور، اسمعني، كل مدخلاتها وكل مخرجاتها بأهداف طائفية وإثنية. اسمعني، نناقش أيضا قضية يعني انكشاف أو كشف المجتمع العراقي لمثل هذه الادعايات أو التوظيف أو الاستثمار. دكتور قحطان الخفاجي، في الذكرى السنوية لمجزرة سبايكر في صلاح الدين، يعني في السنوات السابقة كان ثمة إجماع، وهو الواقع أنه من ارتكب هذه المجزرة هو تنظيم داعش عندما اجتاح ودخل محافظة صلاح الدين، واللجنة البرلمانية تحدثت أيضا واتهمت، طبعا تحدثت عن المقصرين وتحدثت أيضا عن أنه تنظيم داعش، وكل هذه السنوات تنظيم داعش هو من ارتكب هذه المجزرة. في هذه الذكرى السنوية ظهرت نغمة جديدة، وأن مجزرة سبايكر ارتكبها السكان، سكان محافظة صلاح الدين، عشائر صلاح، عشائر تكريت، وتدفقت عناصر من الميليشيات بين وقطع الطريق بغداد تكريت مهاجمة سيارات تحمل لوحات صلاح الدين وتتوعد بالثار وتهدد بالانتقام، وتصاعد هذا الخطاب الميليشياوي. يعني هذه القضية لافتة، يعني لافتة وغريبة كل هذه السنين، الناس تعلم أن داعش من ارتكبها، لماذا الآن يراد إلقائها برقبة مجتمع صلاح الدين؟ أعتقد هذه الجريمة أخرى هي أكبر من جريمة قتل شبابنا في قاعة القوة الجوية، وليس سبايكر. نعم. سبايكر اسم قائد طيار أمريكي، أريدت أمريكا أن تخلد اسمه فأطلقت على قاعة قوة جوية عراقية التي خرجت أبطال كثيرة. أيضا هذه محاولة أخرى لأجل أن تجر المنطقة إلى مزيد من التناحرات والتقاطعات على أسس مفتعلة لا صحة لها. سبايكر أو الجنود الذي تم قتلهم، قتلهم داعش الكفر والضلالة، كما قتل داعش الكفر والضلالة آلاف مؤلفة أخرى من العراقيين، سواء في صلاح الدين أو في الأنبار أو في الموصل. إذن وإذا أردنا أن نحاسب حقيقة الذي سهل لداعش والذي سهل لي أن يتمكن داعش من هذا الكم من البشر، لحسبنا رئيس الوزراء المالكي حينها عندما جاء بهؤلاء دون سلاح ودون ترتيب حقيقي ووضعهم في هذا المكان حتى سلموا رهائن إلى حد كبير لداعش، وداعش الذي قتلهم. إذن الذي يذهب إلى أي كلام آخر غير داعش الكفر الذي قتل هؤلاء هو يقصد الفتنة بحد ذاتها، وإلا الواقع يؤكد حقيقة أن هذه الجريمة هي جريمة ارتكبت مشتركة من قبل داعش الكفر ومن قبل الحكومة حينها عندما وضعت الوضع غير طبيعي في المحافظات حتى سهلت لداعش أن يتمكن من هذه المنطقة عندما انهارت 5 أو 6 فرق عسكرية خلال سويعة. وهنا أحب أن أذكر ما تفضل به العزيز عن أن المنطقة، أو ماذا أعني في كلمة المناطق دكتور بين قوسين ثامر العفو. أي أي. أنا بوقت الذي أدين بدون استثناء كل مذهبية وكل طائفية. نعم. ولن أرى أي جهة منها على حق نهائيا. نعم. أؤكد أن الميليشيات نحن فيها الآن هي حصرا في المرتبطين بإيران شكرا بآخر. نعم. والمناطق الغربية والموصل وسواها لا علاقة لها بأي ميليشيات، وداعش لا علاقة لها بأي دين، وأنا أعني فقط التقسيم دكتور. لغرض الانتخابات حصرا. شكرا دكتور، حياك الله، الله يخليك. شكرا إذن دكتور. عودة تفضل عودة للسؤال. نعم. نقول هذه محاولة أخرى لزرع فتنة. نعم. تزامن فتنة
الإساءة إلى الإمام أبو حنيفة أو إلى باني بغداد أبو جعفر المنصور، وهذه هي الآليات التي تعتمدها العملية السياسية، سيما تلك القوة المرتهنة حقيقة بالإدارة. دكتور أيضا خليني هذه في هذه النقطة أيضا حتى نبحثها ونرجع نروح الدكتور ثامر. الملاحظ أن المجتمع وحتى من ذوي ضحايا المجزرة لم يتفاعل مع هذه الاتهامات الجديدة، وبقي مركزا على اتهامات التقصير والمسؤولية للحكومة، حكومة المالكي والمكتب العسكري. يعني حتى هذه حتى ذوي الضحايا لم يتعاملوا، لم يشتروا هذه البضاعة الطائفية الجديدة. دكتور قحطان. نعم حبيبي، وياي السؤال؟ نعم نعم هذا لك. أتوقع الثامر حياك الله. هو هذا الصحوة العراقية الحقيقية التي أنتجتها الوعي العراقي المشترك بعد أن لمس حقيقة هذه القوى السياسية وحقيقة نتانة المذهبية والطائفية، وكم أساءت الإسلام أولا والعراقيين ثانيا. ذلك شعبنا أصبح الآن في حالة وعي كامل، فثار بثورته وانتفض على التقسيمات المذهبية والطائفية، والآن حقيقة الأمر هذه المناطق ليست فقط لم تعد تستمع إلى هذه الأقاويل وهذه التخرصات التي تخرج من الطائفيين، بل هي هذه الثوار يسعون إلى إنهاء وجود هذه القوى السياسية التي سببت لدمار العراق. إذن هو وعي عراقي كبير، وهي بضاعة كاسدة ولا يمكن أن يستمع لها بعد الآن أي عراقي سوى ذلك المغرر به لأسباب تلوثت يده في دم عراقي أو ارتباط خارجي، والآن غير قادر على الخروج من هذا المأزق الذي هو فيه. أما أهالينا في مناطق الجنوبية وفي مناطق كربلاء والنجف وعوا حقيقة العراق للعراقيين، والمذهبية الطائفية هي سم للعراقيين أريد به تقسيم الإسلام والعرب والعراقيين على حد سواء. أشكرك دكتور ثامر. خلال 18 سنة يعني الحقيقة يعني كانت قوى العملية السياسية وبالممارسة السياسية أنها الحقيقة إيمانها الكامل بالطائفية، وأن الطائفية هي مصدر جوهري من مصادر رزقها السياسي إذا صح التعبير. وفي نفس الوقت هذه القوى الحقيقة تقدم خطاب عن بناء الدولة الوطنية الحديثة في خطابين متناقضين، يعني هي في عقلها الباطن وممارستها طائفية تسوق للرأي العام أنها بصدد بناء دولة وطنية وحديثة في العراق. هذه اللعبة في ازدواجية الخطابين تعتقد أن المجتمع العراقي كشفها وما عادت تنطلي عليه ولا يشتريها؟ حقيقة لا شك أنه بعد الانتخابات السابقة والتي أصبحت هي نقطة تحول في رؤية العراقيين المشروع العملية السياسية، لا شك أن العراقيين أصبحوا يعون تماما هذا الأمر ولن تنطلي عليهم الكذبات، وما رأينا بعد الانتخابات ومظاهرات ثورة تشرين وإلى الآن نحن نرى المتظاهرين في الشوارع. الشعب العراقي الآن يعلم تماما أن العملية السياسية الحالية شكلتها أمريكا ورسختها إيران في المنطقة، وهذه العملية السياسية انبنت من قوى وأحزاب طائفية مقيتة وأسندت بميليشيات إجرامية وولائية. هذه الأحزاب والميليشيات أصبحت أدوات الاحتلال التي ترسخ العملية السياسية، والشعب العراقي يعلم تماما أن هذه العملية السياسية بأدواتها وحكوماتها هي التي دمرت العراق اقتصاديا، اجتماعيا، أمنيا، سياسيا، وهي من أدخلت العراق في دوامة لا يمكن الخروج منها في ظل وجودهم. ولذلك نقول لا يمكن لهذه العملية السياسية التي دمرت العراق بشخوصها وأحزابها وميليشياتها أن تقود العراق وتخرجه من الدوامة والمحنة التي هو فيها، لأن هذه الحكومات وهذه الأحزاب هي وجدت وأتي بها من أجل تدمير العراق، فلا يمكن لها أن تخرج بالعراق إلى بر الأمان. أصبحت هذه الميليشيات أذرع إيران في العراق والتي تهيمن على كل مقدرات الشعب العراقي، لأن إيران أصبحت تحرص على أن يكون الوضع مثل ما هو، كما قلنا سابقا بجعل العراق شبه دولة، الحكومة لا تحكم وإنما الميليشيات هي التي تسيطر وتتحكم بالمشهد كله
لأن إيران لا تستطيع أن تلعب دور إقليمي في المنطقة إلا من خلال الدول الضعيفة. إيران اليوم غير قادرة أن تدخل على خوض حروب مباشرة دولية مثل الحرب التي خاضتها مع العراق في الثمانينات. نعم. ولذلك هي تسلك استخدام أذرعها الميليشياوية في العراق مثل ما فعلت في لبنان وتفعل في سوريا. نعم. واليمن، ومن خلال هذه الميليشيات استطاعت أن تؤثر في المنطقة وفي العراق، وربما توسعها سيكون أكثر وأكثر إلى إذا لم يكن هناك مشروع عربي حقيقي يتصدى للمشروع الإيراني ويبدأ من العراق أولا. نعم دكتور رافع، أيضا شركاء العملية السياسية يحاولون إقناع المجتمع أو الترويج أن العراق أو محنة العراق لن تنتهي إلا بمجيء سياسيين وطنيين، شيعة وطنيين، سنة سياسيين ضمن العملية السياسية، وبالتالي لابد من المشاركة حتى يزاح الطائفيون والفاسدون ويؤتى بالوطنيين. لكن في الجانب الآخر هناك من يقطع ويجزم أن العملية السياسية، هذا الإطار السياسي، لا يمكن، ليس بإمكانه أبدا إخراج أو إنتاج قوى وطنية حقيقية. برأيك أي المقاربتين أقرب إلى الواقع؟ لا حقيقة واقع الحال يؤكد من 18 سنة لحد الآن القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية قالتها من أول يوم. هذا الإطار الذي يسمى العملية السياسية بكل تفاصيلها، بكل مكوناتها، بكل نظامها المحاصصي الطائفي والقومي، لا يمكن أن تسمح بوجود قوى وطنية. لو كانت هناك قوى وطنية لرفضت هذه العملية السياسية. لا يمكن للقوى الوطنية، لا يمكن لفكر وطني، لا يمكن توجهات وطنية أن تأتي على سطح واحد مع عملية سياسية مبنية على المحاصصة الطائفية والإثنية. هذه كذبة كبيرة، لا يمكن، هذه لا يمكن أن يعني تلبس معها، لا يمكن أن تتعشق معها، هذه العجلة لا يمكن أن تدور. فبالتالي الواقع الحالي يؤكد أن القوى الوطنية وهذا الذين يتحدثون بهذه اللغة أنه نحتاج إلى أن تأتي قوى وطنية سنية وقوى وطنية شيعية في نفس الإطار هذا العملية السياسية، يريدون أن يبعدون عن العملية السياسية، التفكير بالعملية السياسية، أن تبقى العملية السياسية بكل مثالبها، بكل مخرجاتها، بكل مدخلاتها السيئة التي دمرت العراق، ويحاولون أن يجملوا الوضع الاسم الفلاني والاسم الفلاني، وهذه كذبة كبيرة. يعني أنت الآن مثلما يعني تأتي بوزارة، هذه كل هذه الوزارة مال كاظمي، وتأتي بأفضل الوزراء بأفضل العقول وتضعها، ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ يعني تأتي بوزير الدفاع من أفضل المكونات من أفضل العقول، ماذا يستطيع أن يفعل مع جيش بهذه الطريقة؟ تأتي بوزير داخلية وطني، ماذا يستطيع أن يفعل وميليشيات وقوى التي تحكم بهذا الشكل وهذا الأسلوب وهذه الإدارة؟ فبالتالي نحن نحتاج إلى تغيير العملية السياسية. إن لم تسقط العملية السياسية، هذا الإطار الخرب الرث لا يمكن القبول بهذه، لن تأتي قوى وطنية وفكر وطني يعمل تحت مظلة العملية السياسية. هذه الكذبة الكبيرة. هم يحاولون، بعض من دخلوا بالعملية السياسية في الفترة الأخيرة يحاولون أن يروجوا مثل هذه الأفكار التافهة اللي لا يمكن قبولها. هذا واقع الحال. نعم أشكرك دكتور قحطان الخفاجي. تعتقد أنه في العراق الآن جدار أو مصد وطني صلب، لن يستطيع الخطاب الطائفي لقوى العملية السياسية أن يخترقه كما كان في السابق، وبالتالي فإن الحالة الوطنية المجتمعية في العراق الآن يعني لا يخشى عليها بقدر كبير، يعني هناك اطمئنان وطني أن هذا الجدار الآن أصبح جدار النار ضد الطائفية السياسية. نعم بالتأكيد الآن جدار عراقي وطني قوي صلب يتنامى ويقوى، والخصوم أو القوى السياسية أدركت هذا الجدار وخطورته، لذلك تسعى بشكل بآخر إلى الالتفاف وإلى تهميشه أو إلى اختراقه أو إلى أي سبيل آخر لكي تجعل فيه وهنا. ولكن حقيقة الأمر رغم أن الشعب وعي كبير وخرج الثورة عملاقة، والآن هو عند الثوابت الوطنية الحقيقية،
والقوى السياسية بالمقابل أيضا لن تقدم شيئا واحدا حقيقيا لكي تغير قناعات المواطنين. ولكن بالمقابل أنا أخشى ما أخشى أن قوى الشر مع الوقت ومع حالة عدم زيادة ونمو الوعي الجمعي للعراقيين والدعم الدولي المنطقي للثوار والعراقيين الذين يرغبون التغيير، أخشى ما أخشى أن تتمكن هذه القوى السياسية الظلامية أن تقلل أو أن تسعل هناك تصدع لا قدر الله في هذا الجدار، لأن الوقت قد يكون ليس لصالح الشعب. ولكن في قناعتي بالمقابل أيضا أن هذه القوى السياسية طالما هي مرتبطة بالأجندات الخارجية ولن تسعى أبدا إلى تقديم شيئا معين، هذا سوف يعزز الموقف الوطني الواعي ويقلل من احتمالات نجاح أي مسعى من قبل هذه القوى لكي تجعل تصدعا في الجدار الوطني. إذن نحن الآن كمراقبين كعراقيين كاستراتيجيين بدأنا ندرك من فضل الله أن هناك وعيا كبيرا عراقيا نما، وهناك قناعة حقيقية وإرادة إلى رفض العملية السياسية وإلى مخرجاتها وكيفية تكويناتها وحتى التشريعات التي أسست. إذن نحن أمام نهضة عراقية، ولكن نقول هذه النهضة سوف تجابهها القوى الشر المتمكنة من الشن العراقي والطامعة بالشن العراقي. لذلك نسأل الله أن يكون شعبنا واعي وأن يكون الحالة الجمعية أكثر نشاطا في الأيام القادمة. شكرا للدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، وكان معنا عبر سكايب أيضا مع الضيفين الكريمين الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وشكرا للدكتور ثامر العلواني مقر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، وكان معنا عبر سكايب في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي بحثت في محاولات أقطاب العملية السياسية تفجير المشهد من جديد طائفيا في العراق، وأيضا محاولة شركائهم تسويق أنفسهم عبر اللعب على جراحات وآلام مجتمعات المحافظات المنكوبة. أشكركم أيضا مشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.